السلام الله عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال الفيديو اليوم سنتطرق لتتمة تمارين الدرس الخامس والدرس الأول في الوحدة الثانية، التموضع في المكان، المرجع فضاء الرياضيات للمستوى الأول. إذا نبدأ على بركة الله. أستثمر أحيط بخط مغلق الأزهار الحمراء. إذا لدي مجموعة من الأزهار حمراء وصفراء، إذا المطلوب أن نحيط بخط الأزهار الحمراء فقط. تمرين رقم 2، ألونوا بالأحمر الأقراص على الخط. إذا لدي مجموعة من الأقراص داخل الخط ومجموعة أخرى خارج الخط أخرى على الخط، إذا المطلوب على الخط بالأحمر. تمرين رقم 3، أكمل رسم التخوم باللون نفسه. إذا لون التخوم بنفس اللون، إذا لاحظوا معي هذا التخم باللون الأخضر، هذا التخم باللون الأزرق، وهذا التخم باللون الأصفر. تمرين رقم 4، أكمل تلوين كل جهة باللون نفسه. إذا هذه الجهة بالأخضر كما هو، مبين. هذه الجهة باللون الأزرق، والجهة الأخيرة باللون الأصفر. ألونوا التمرين رقم 5، ألونوا القميص المتسابق أمام الفتاة بالأحمر. المتسابق أمام الفتاة بالأحمر، إذا الفتاة المتسابق أمامها بالأحمر، هذا هو المتسابق أمام الفتاة. وقميص متسابق وراءها بالأخضر، والمتسابق وراء الفتاة بالأخضر. تمرين رقم 6، ألون كما يلي: البالون على الطاولة بالأحمر، إذا على الطاولة بالأحمر، على بالأحمر، تحت الطاولة بالأخضر، وفوق الطاولة بالأصفر. إذا على الطاولة بالأحمر، تحت الطاولة بالأخضر، وفوق الطاولة بالأصفر. أتمرن من جديد. أحيط بالأخضر طائرا على الخيوط، إذا طائر على الخيوط، سأختار طائرا من هذين الطائرين وأحيط بالأخضر على الخيوط، بالأحمر طائرا تحت الخيوط، هذه الخيوط الطيور تحتها، سأختار طائرا وأحيطه بالأحمر، وبالأزرق طائرا فوق الخيوط، إذا الطيور فوق هذه ثلاث
طيور، اذا واحدا بالازرق. تمرين رقم 2، احيط بالحيوان الحمار، اذا الحمار وراءه البلد، اذا وراء الحمار الاسد الذي يوجد الحمار. ضر حيوانا امام الدب، اذا الدب الحيوان الذي امام الدب هو الأنب، اذا بالاصفر. وبالاصفر حيوانا بين القرد والحمار، اذا حيوان بين القرد والحمار بالاصفر، اذا الجمل. اذا بالاحمر حيوان وراء الحمار، اذا وراء الحمار الاسد. وبالاخضر حيوان امام الدب، اذا امام الدب الارنب. بالاصفر حيوانا بين القرد والحمار، اذا هو الجمل. تمرين رقم 3، الون بالازرق الكلة على الخط، اذا بالازرق الكلة على الخط. بالاحمر الكلة خارج الخط، اذا خارج داخل خارج خارج الخط. وبالاصفر الكلة داخل الخط، اذا على الخط خارج الخط داخل الخط. هنا لقد وصلنا الى نهاية فيديو اليوم، اضرب لكم موعدا في فيديو قادم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع السلامة.